كاميرا ما لا مخرج لهذه الأزمة الخطيرة إلا ببناء شرعية، والشرعية كيف تبنى؟ تبنى بانتخابات نقية نظيفة طاهرة نزيهة. لم نصل بعد إلى مثل هذه الانتخابات، فمن يظن أنه يمكن أن يوصل الجزائر للهناء والسعادة بدون انتخابات نقية ونظيفة فهو غالط. وبالتالي المعارضة تجتمع اليوم لتقيم إلى أين وصلت أوضاع الجزائر، وسيكون لها موقفا، ولست مكلفا بالحديث باسمها. وشكرا، شكرا. وللحديث بقية.